مساء الخير، معكم محمد حامد، مؤسس ومدير مؤسسة مريم لمكافحة السرطان. مثل ما تعودنا كل سنة بهذا الوقت احنا بنطلع في الإعلان الرسمي للمشروع الأكبر للتوعية لمؤسسة مريم أكتوبر ظهر، مشروع اللي غير مفاهيم التوعية الصحية في البلاد، مشروع الأكبر في الشرق الأوسط واللي تكرم بأهم المؤسسات الصحية في البلاد وخارج البلاد. أكتوبر ظهر 2019 هاي السنة راجع بقوة أكبر، راجع بتميز أكتر وبتجدد أكتر بأماكن جديدة أكتر، لنوصل كل إنسان، نوصل كل إنساني لتقدر تعرف وتفهم إنه الخجل والخوف من هذا الموضوع هو مش الحل. أكتوبر ظهر 2019 عملياً بيجي هاي السنة لما أماكن جديدة من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، بأماكن اللي هي بالآخر مريم بتطلع صرخة وتطلق صرخة توعوية زي كل سنة اللي سببت في آلاف النساء لتروح وتعمل هذا الفحص، ومكملين احنا بهاي الثورة، الثورة المريمية، لنقدر نصل لكل إنسان وإنساني. السنة أكتوبر ظهر 2019 نبلش ننطلق فيه زي كل سنة من مدينة البشارة، من هذا المكان العريق، لنضوي كنيسة السليزيان بدون مهرجان بس بمؤتمر احتفالي، مؤتمر مع كل شركاء المشروع في 3 أكتوبر يوم الخميس الساعة 7، اللي راح يكون في مجمع دودج سنتر المطل على كنيسة السليزيان، لنضوي الكنيسة من غاد. طبعا عم نحكي على اليوم صار مفهوم ضمنا بمدينة الناصرة والقضاء انه لما نشوف احنا اللون الزهري تتذكري تفحصي. ننطلق من غاد ل 10 أكتوبر في مدينة الرملة لأول مرة، 11 أكتوبر بمجلس الريني، عمليا قرية الريني، 12 أكتوبر بمعليا، 13 أكتوبر بمجد الشمس، 16 أكتوبر في يركا، 17 أكتوبر في طمرة، 19 أكتوبر في كفر قرع، 26 أكتوبر في الرهط، و 29 أكتوبر في رمبم. كل هاي الأماكن احنا عم نحكي على متعددة ومتميزة من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، أماكن كتير جديدة، أماكن اللي هي لأول مرة أكتوبر ظهر بيكون فيها، بس عشان نقدر نوصل هاي الرسالة لكل إنسان ولكل عائلة إنه يعرف إنه الفحص والكشف المبكر ينقذ حياتك. كونوا سفراء لإلنا، إن كان من قريب إن كان من بعيد، روحوا اعملوا الفحص وافهموا إنه الإشي متعلق بحياتك وبحياة كل من حولك. مهم كتير إنكم تكونوا وعيات وتذكروا تفحصوا. أهلا وسهلا فيكم بأكتوبر ظهر 2019، تابعونا طبعا مع مئات المحاضرات بالمدارس، مئات الورشات العمل غير مهرجانات أكتوبر الطبية. إحنا عم نحكي على صرخة من الدرجة الأولى رح تكون في أكتوبر ظهر 2019، وأهلا وسهلا فيكم، تذكري تفحصي.